السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. النية من الحين وشي؟ لازم الواحد قبل ما يسوي شيء عنده نية، قبل ما اسحب جلط عندي نية اسحب، قبل ما اوقف عندي نية اني اوقف، قبل ما تنام عندك نية تقوم تصلي الفجر او لا؟ لان بعض الناس ينام ولا في نية انه يقوم على صلاة الفجر، وهذا ترى مصيبة واخطر من كون انه ينور وعندي نية انه يقوم لكنه نام، راحت عليه غصب. عشان كذا من الآن خل عندك نية إنك تقوم، حط الأسباب، اضبط جوالك، منبه، قل لأهلك يقومونك. والله العظيم لو ما تحط هذه كلها زين ونية قوية مستعين بالله يعينك ربي، والله يعين. ما أهل ينوم عن صلاة الفجر، ترى هالنوم اللي ينامها 10 دقائق ربع ساعة لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للي قام وصلى مدة 10 دقائق ربع ساعة، هذا خذ أحلى نفسية يا جماعة. والله ترى في صلاة الفجر نفسية، والله نفسية حلوة مميزة مميزة، غير اللي نام ترى هالعشر دقايق ما شبعته نوم هالربع ساعة ذي، عكس اللي قام لله عشان الله قام. أخي من ترك لله شيء عوض خير منه، تترك المخدة يعطيك الله غير، يعطيك الله عز وجل نفسية حلوة، نفسية حلوة اليوم كله أنت مع الله حبيبي، أنت مع الله عز وجل قمت عشانك، تتوقع يخليك؟ الله ما عنده سالفة اللي يقول هالكلام. شوف صدقني الله ما يترك أحد ترك عشانه كل شيء، تترك مخدة عشان الله تقوم، فراش دافي، تغسل بالبرد، بيعطيك نفسية حلوة، والله بيعطيك، تدخل في ذمته في ضمانه ربي عز ربي. ها وش بعد ترشهد لك الملائكة فلان ابن فلان صلى، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يصلي الفجر في المسجد. كيف هنا؟ كويس؟ كويس. كيف؟ يقول مية مية. هنا مية مية. تصلي. خاف. بس لا تقول ما أقدر. قل أقدر. خلي يصير عندك نية صح. ثم نطلب الإعانة من الله. يا أخي ارفع يديك. قل يا ربي عني. يا ربي قومي صلاة الفجر. يا ربي يعني. يدعى. يعينك سبحانه. مهما تسوي من الأسباب اشتك لله. إذا ما تعرف ترتب كلام الدعاء ترى بالعامية ادعى الله عز وجل واشتك له، اشتك له، اشتك يا ربي إني حطيت الجوال ولا قمت وقلت لأهلي ولا قمت، يا ربي تكفى قومني. ترى الله عز وجل يحب اللي يشتكي له، يحب اللي يدعيه، يلح في الطلب، تضرع له، يتمسكن. بسيكي يا رب اني بسيكي ضعيف لك، يا رب اني بحالتك، يا رب اني ماني بشي، يا رب قرينك سبحانه. ترى من الاسباب خذلان عن الصلاة الفجر خاصة او قيام الليل او اي طاعة، ترى السيئات والمعاصي والذنوب تخلي الواحد ثقل، الواحد لا عاد يقدر يقوم ولا ثقله، يصير ثقيل عليه الطاعة ونفسه قشرة. أعوذ بالله، والله يخشى عليه ولكن الله كريها بعاثه فثبطه. أعوذ بالله من أن الله عز وجل يكره طاعة أحد منا. عشان كذا حبيبي الله يسعدك، طحت في ذنب على طول تب منه واستغفر عشان ما يحرمك من طاعة، عشان ما يحرمك. ترى أي طاعة يحرم منها الواحد ربما تكون بسبب ذنب ما تاب منه، ما وفقت العمل صالح وفلان وفق، يمكن بسبب ذنب ما الواحد ما تاب منه، او بسبب ان الواحد ما اخلص لله عز وجل الاخلاص الكامل. فالله الله يا احبه صلاة الفجر تكفى يا جماعة، والله فيها راحة من في غيرها. والله يا واحد من الشباب يراسلني يقول يا اخي شنو كنت غافل عنها، كيف كنت ما اصلي الفجر صلاة الفجر، يوه من هنا يقولها يا اخي لقيت الراحة. بعد ذلك من الشباب يقول والله احيانا الله يتوب علينا وعليه الحمد لله بشركم الامور زانت، يقول ما كنت اصلي الفجر وكان مقصر في الصلاه بشكل عام، يقول تجيني تكه تكه ضيقه ضيقه تكه، احيانا الساعه 9 الساعه 8 الصباح ابو فلان صليت؟ لا ما صليت. قال تاكه تاكه معي لا تكلمني اتركني. قلت قم صل وتفك، يقوم يصلي يصلي، قال والله فكت، يقول والله بشركم الحين يصلي الصلاة بوقتها، يصلي صلاة جماعة، جماعة لقى الراحة، أحلى حياة مع الله، أحلى حياة والله. ترى شيء حلو
ان الواحد اذا عنده مشكله في مثل كذا مثلا في الصلاه طايحين في شيء وبدا قلبه يقرصه اني ماني مرتاح على وضعي، ثم بدا يشتغل على نفسه، يكلم له شيخ، يكلم له داعيه عشان ينصحه، يعني تاكل وتشرب معا ما هو مرتاح في وضعه. الله يستر عليه هذا الدباب، الله يستر علينا عليه. تقرصه تاكله في قلبه، يبدا يشتغل على نفسه، مثل ذاك اللي قتل 99 نفسه وكمل بالعالم العابد 100. كان ياكله قلبه قبل ما يكلم العابد، عاد عود قنطه العابد ثم كمل به، لكن قلبه كان يقرصه ياكل تاكل معه تشرب. فأنت خلك مثل هذا، إذا كلت معك وشربت تراك أنت فيك خير وفيك رجع، عاد قلبك في شيء ينبض. كلم لك أحد من الدعاة والمشايخ ينصحك يوجهك، ترى ما فيها شيء. وغير كذا أنت كذلك ابدأ، خلاص بدأ قلبك يقرصك معناته عندك خطأ، الإثم ما حاك في نفسك، هذا حديث كرهت أن يطلع عليه الناس. ابدأ صلح وضعك، زينها مع الله تزين. ها طولت عليكم لاني مبطل عنكم، ما نزلت في ستوري شيء، ولا كان الكلام عن صلاة الفجر بس. انه الشيء بالشيء يذكر. يا حبيبكم الله يسعدكم، لا تنسوني من دعاكم في الويتر. ها الله يوفقكم، واحرصوا على نية صلاة الفجر، عشان لو متنا في نيتنا نقوم نصلي تكتب لنا.